Mamba's only cause is trouble. اوكي حبايبي الكرام، انا اليوم نزلت شخصيه جديده يا اساطير مثل ما انتم شايفين. طبعا حبايبنا مثل ما انتم شايفين فوق حبايبنا عندنا الشخصيه هي شخصيه النشط. اوكي ندخل نشوف هالشخصيه يا شباب ونشوف وضع معلم وليتس جو معلم ليتس جو. بس قبل كل شيء حبيبي والله لا تنسى تصلي على الحبيب محمد، اعطنا لايكات وشيرات وظبط الوضع معلم. اوكي شباب ندخل على الشخصيه ليتس جو. اولي حبايبي الكرام، هالشخصيه مثل ما انتم شايفين هون عندنا معلم، عندنا شخصيه اسمها هومر ولا المهم معلم. شباب هالشخصيه شاب نزلت عليها تسجيل من زمان لما دخلت وقتها للسيرفر المطورين يا حبايب. باختصار شاب هاي الشخصيه معلم، خلينا نقرأ مع بعض ونشوف وضع معلم وندخل نجربها ان شاء الله ونحصل عليها ونطورها معك وليتس جو. اوكي هون مكتوب عندنا معلم تطلق طايره، يعني شباب عندنا هذا الشخصيه معلم فيها الطايره. اوكي هاي الطياره شاب بتساعدنا بالفايتات. اوكي تطلق الطياره بدون طيار اقرب عدو في مسافه اماميه 100 متر. طبعا هي شاب ليفل 1، هي اعتقد ليفل 1. اوكي طبعا هون لما نطور ماكس راح يعني راح يختلف الاوضاع هون بنفس الوقت. اوكي لما تخلق انفجار نبضيا قطره 5 امتار من تقلل مسرعه الحركه بنسبه 10% وسرعه الاطلاق وبيعمل ضرر للاعب. يعني شباب باختصار هالقطع معلم الدرون ترسل على اللاعب معلم، بتبعث له اياها بتروح اوتوماتيكيا على اللاعب وبتجيبه هيرشتك وبتقلل حركاته وبتقلل كل شيء وبتدمجه كل شيء. حبيبي والله ليك شباب، اكيد 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 قبل ما نعمل كل شيء اول نقدر نطورها لازم نحصل عليها. طبعا شباب هون نزلوا معلم عنا مو هذا شو عم بيصيرون. اوكي ما تركزوا هون يا شباب، بعرف شو كانوا تاع حبيبي والله. anyway هون يا شباب عندنا هون نزل الشخصيه شباب نقدر نحصل عليها بواحد جوهره. اوكي وب 100 جوهره يا شباب نحصل عليها كامله. يعني طبعا شباب طبعا صح انتم شايفين عندي 100 و106 100 جوهر. اوكي بس ولك يا شباب يعني ليش بنروح نشتري الحزمه من المتجر؟ شباب المتجر موجوده معلم هون ب 2000 جوهره. لا يا زلمه مش عم 100 جوهره يا شباب، ونجيب الشخصيه ليتس جو. هات لنشوف، اعمل اشوف شحن دايم، هات لنشوف اكيد شحن. حلو شحن معنا الجوهر شباب، هيك بيكون حصلنا على الجوهر. تعالوا نجي لهون شحننا الجوهر شباب، عملنا حركه السحر. لا حزعل شوي يا شباب، شحننا على طريقه هيدي. اوكي نعمل الاحصاح الشخصيه هون تم الحصول باللوز، نعمل تزويد، نعملها تزويد معلم تزويد، ونجيب الحزبه مع معلم طبعا الحزبه شباب نحصل على 900 هي الحبه هي باللوز. اوكي وهيك شباب بتكون جبنا الحزبه وكل شيء للشخصيه. اوكي طبعا راح نفتح الوضع. اوكي طبعا شباب نفتحهم جوهر شباب، انا حبيب والله يا شباب ما بدي اصرف الجول. اوكي هدفي نوصل مليون بالجول شباب، حبيب والله هيك بيكون فتحنا كل شيء شباب. راح نظبط الاوضه، نحط له مثلا هياته مبدئيا. اوكي ونحط كيلي ماكسيم وكيلي هذول الشباب الشخصيات يعني دائما يعني لو اقول لكم خلي هيك مثل ما هي. اوكي الان الوقت الاسطوري شباب، الان راح نبلش نطوره ماكس. اوكي نرفع طبعا عندنا هذول بطاقات الصفر شباب باللوز. اوكي طبعا شايفين معلم عم يزداد ومعلم الحركات كله بيزداد يعني مع الوقت. شايفين كيف؟ طوره ماكس. حلو هي حصلنا على فتره تبعه وصارت ماكس، هي بكون صارت ماكس معلم. هيك وضعنا صار باللوز. الان بدنا ندخل طبعا شباب نفس الوقت شباب نازلة هاي هلا حجلي هلا هلا هالماكينه نزل عندنا معلم الماك 10 شباب والرفرف. يعني بالنسبه يمكن اول سكين شفت من الرفرف سلاح الرفرف. طبعا سلاح الرفرف شباب كثير حلو وسريع ماشي حاله. نجرب هذا نحاول نحصل هذا السلاح. وبنفس الوقت شباب عندي هون بعد 11 ساعه شباب 45 طاقه رح تروح. خلينا نضرب الحاضنه هاي شباب، تعالوا نشوف مو حاضنه هي الماكينه هي. اوكي طبعا بلش معلم اول يعني حبيبي والله الحظ بيض. اوكي يعني باينه 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 من الحظ يعني حبيبي والله يعني ان شاء الله نحصل على اولي ول لينشر. اوه راب اللهب نايس، حصلنا على الماك شباب. اوكي نجي لهون تمام. هيك نروح حصلنا على الماك شباب. حابين نشوف الرفراف في نفس الوقت عشان نجربه شباب، ونحن بندخل بنجرب الشخصيه بالتدريب. حاول اجيب الرفراف والله ما عرفت يطلع لي يا جماعه، ممكن يطلع لي اصبروا شوي خلينا نعمل هيك الرفراف. شايفين طلع هون شيء معلم ولا شيء؟ والله يا جماعه خلينا بس نشوف، حاول نجربه من بعد بعدين بنحصل عليه دايما. نجي لهون مع شباب الماك نزل له من قبل سكين. هذا هو شباب، هذا الفيو 2 مدى. اوكي فيو 2 مدى حبايبي ودقه وسرعه الحركه قليل بس، ولكن هذا الجديد شباب نزله فيه ضرر.
يعني معلم كل سلاح فيه ضرر باللوس. اوكي طبعا بالنسبه للدقه هذا فيه دقه، هذا فيه معلم ضرر ودقته حلوه، هذا فيه مدى يعني المدى تبعه حلو اوكي، والدقه فيه نقطه دقه. ليك شباب نجرب هذا اليوم اوكي، نعمل له عرض كمان خلينا نشوف شكله، ونفس الوقت نازل رفراف يا اخي. وين الرفراف معلم؟ شوف عجب طلعنا اوكي، طلعنا شباب مثل ما انتم شايفين شباب، هي اول سكن للرفراف اوكي، يعني فيه المخزن نار والدقه حلوه فيها. اوكي هلا يا شباب بدنا ندخل على التدريب، نجرب فيه من يونيو، بنجرب الاسلحه او بنجرب الشخصيه بنفس الوقت يا اساطير. ليتس جو. طبعا قبل ما نبلش اي شيء يا اساطير، هذا الكود تبع شحن شوبتو جيم حبايبنا جواهر عشان اللي يحصل على الشخصيه يا اساطير. راح يكون في كود ثاني شباب بس تذكرت قبل الوقت، بس معلم اللي وصل لهون مبروك عليه الكود شوبتو جيم شباب الشخصيه. اوكي يلا نكمل شباب، مثل ما انتم شايفين هون على الزاويه حبايبنا طالت الشكل النشط تبعت الشخصيه يعني المهارات تبعتها. اوكي عندنا الماك شباب هون عندنا العادي شباب فيه 28، هلا هون فيه 40 طلقه حلو. نجرب هيك على السريع، قول لي كم يضرب هذا على الجسم معلم العادي؟ 25 يعني والله مش سريع يعني فيه ضرر شباب. 39 بالهيد شوت، 32 ماشي. الحلو الماك شباب هذا فيه السايلنس معلم، 25 حلو نايس. اوكي يلا ندخل نجرب شباب هل الماج وباللعب شو شكله، وبنفس الوقت شباب نشوف الشخصيه حبيبي ولا لا لا لا. اوكي لا شوف هذا ضربنا الشخصيه معنا، راح تروح لازم تروح على اللعب مباشره. اوكي عمل له لايك شو معناه، نزلته الوضع ما عنده معلم هيك. وين اختفى هذا؟ وين هون؟ الله يخرب بيتك. اوكي الماج شباب حبيبي والله 40 طلقه تمام. وال هيد شوتات باللوز والله يا شباب ماشي مش هالماك، انا بجيب هيد شوتات حلوه باللوز، ضرره حلو. هل يا ترى هالسلاح شباب هالسكين هذا راح يخرب على الباقي الاوضاع ولا شلون؟ 18 على بروز شايفين 15 تقريبا. اوكي سلاح مرتب حلو، هيد شوتات باللوز نشوف البعد معلم تبعه 11 من البعد الكبير حلو، نشوف هذا معلم 17 نبدل شوي ماشي الحال. خلينا نطلع طبعا عشان ما شفت كم المده تبعت الشخصيه يعني لاحظت عليه شوي طويل شوي، بس يعني لازم نستعمل بوقت يعني مناسب. anyway نكمل شباب بالرفرف نشوف وضع الرفرف بالنسبه للسلاح شباب يعني ماشي بشي. اوكي حلو السكين تبعه ماشي بشي. الشخصيه شباب بتطول تقريبا يعني يمكن بتطول يمكن شي دقيقه ولا هيك، لازم شباب الواحد يستعمله لما اللاعب يكون باقي له او خلينا نخلص الكلام يا زلمه. شوف انا جايب انفورم طور ماكس وجاي لهون، الله يخرب بيت سنتك. anyway شباب هل قد ضرب الشباب لازم واحد يستعمله يعني باخر لحظه مثلا؟ نجرب دمج هذا هيك نضرب عليه، شوف هيك شو راح يصير، طير. لازم اقرب 100 متر. شوف الحركه تبعيته معلم كل شيء ضرب بطيء حبيبي والله. اوكي تعال هون، لا 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 معلم. اوكي تعال شباب نطلع من هيك، عدد يعني مثل ما شفتوا حبايبي يعني عدد قلل شوي الحركه تبعته، وهذا الشيء شباب كثير كويس يعني بالفايتات الاخيره، يعني تحس حالك انه وانت بتعمل فايت تضرب واحد مع قرب معلم بتترك تقبس الشخصيه يعني عن جد تنفعكم منيح. حلو بالنسبه للرفراف شباب، الرفراف هات شوف الرفراف يا معلم، شوف هذا فيه هذا محل والله واحد قتله هذا موت يا زلمه. اوكي شباب خلينا نعمل حركه حلوه، عشان نضرب الرفراف بالبربره. اوكي عشرينات عشرين طبعا شباب بحاول بلعب على الجسم لنشوف والله كم بيطول اللاعب. فدك فدك فعل بربر يا زلمه، اربع عقلك يا لف من ورا ولا شلون؟ فهمان مفكر حاله ولا شلون؟ شوف 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 علم يا ولد ابلع شباب. قول لي شوف عشرينات بضرب عشرينات عم بضرب الرفراف هذا، عندنا شباب سلاح يعني والله يعني مش يعني سلاح سريع هو كمان 92 عم بضرب معلم 125 لما تجيب اللعب على الهيد شوت. اوكي معلم هذا الكود الثاني يا اساطير، الف مبروك يحصل على الكود شباب عشان يحصل على الشخصيه شوب جو كود شوب تو جيم حبايبي شوب تو جيم شباب. موقع بتدخل عليه بتحط الاي تبعك وبتحط بتجيب الكود هذا بتنسخه بتحط لاصق، الف مبروك عليك حبيبي والله تمام.
خلينا نرجع نراجع الشخصيه بشكل سريع. طبعا شباب التقييم للشخصيه شباب هو يعني الشخصيه شباب راح تبين معنا مع الوقت اوكي كيف نتعرف نستخدمها، بس ولكن على حسب شباب اللي شيء توقعاته يعني شيء لازم يعني كيف الاستخدام تبعه. الاستخدام تبع شباب يكون باخر اللحظات يعني لما تتقاعد عم تلعب مع الليم وباقي لك شوي باقي لك لعب تعرف انه باقي له شوي راح يموت وهيك معلم ترسل له الدرون وبيودع البطوله. اوكي حبايبنا هي بيكون تاع مقطع اليوم يا اساطير. ان شاء الله عجبكم المقطع. عندنا اليوم السلاحين الجديد ماكينه جديده وشخصيه جديده حبايبنا. اكتبونا رايكم بالتعليقات حبايبنا والف مبروك على الكود الثالث شباب للشخصيه الجديده يا اساطير. حبايبنا نشوفكم على خير نتلاقي بالبثوث مباشره. جامعة بابل دائما بثوث مباشره بشكل يومي على الفيسبوك حبايبي. تعالوا شرفونا الرابط تحت بالوصف. ان شاء الله استمتعتوا معنا اليوم. نشوفكم على خير. سلام عليكم. اذا مش مشترك فعل زر الجرس واشترك معلم شويه. يلا نشوفكم.